مقيم في قطر وعايز خروجه رايقه ليك انت والمدام والاولاد مع اخوك الدنف موجود. الصيف دخل علينا والدنيا بقت حر وعايز تخرج خروجه حلوه، جايب لك كابينه على البحر في شاطئ الغريه. اقول لك على حاجه، يلا بينا نشوف. دول 5 كباين، كل كابينه فيها غرفه نوم وفيها حمام وفيها مكان صغير لتحضير الطعام، وزي ما انتم شايفين كل الكباين عندهم مباشره على البحر. ده غير ان بحر الغاريه بحر نظيف جدا ويعتبر من انظف الشواطئ في قطر لنظافته، وده غير ان الرمله بتاعه الشط ناعمه جدا ومناسبه جدا للاطفال، والمكان كويس جدا ومناسب وتقدر تلعب فيه كوره مع اطفالك، والقعده الخارجيه للمكان ده تقريبا تاخد 10 اشخاص، يعني لو انتوا شله صحاب تقدروا تيجوا مع بعض وكل واحد يدفع مبلغ رمزي. ومن الحاجات اللي عجباني قوي هنا ان في فواصل بين كل كابينه وكابينه، والحلو والمميز او ان المكان اللي انا موجود فيه ده شاطئ الغاريه تقدر ان انت تيجي فيه بعربيه صالون، وده رقم المدير المسؤول تقدر تتواصل معاه علشان تعرف الاسعار. متوفر عندهم ايجار 6 ساعات و12 ساعه و24 ساعه، شوف ما بينهم ايه اللي يناسبك.